الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها وليعلم الله
والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ايه الحلال الحلوة دي؟ حضور النبي، حضور النبي، ايه الجوار دي؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل قاتل معه ربيون كثير فما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء Thank you.
آه.